La guerre ne se confine plus dans les zones frontalières et les montagnes. Elle frappe désormais le cœur même d'Alger. Revigorés par l'impact des attentats, les Félagas redoubleront d'efforts pour traumatiser notre communauté. Les Félagas n'hésitent plus à s'en prendre à la population des villes. Le 30 septembre dernier, les spectaculaires attentats du Milk Bar et de la cafétéria ont fait l'effet d'un coup de tonnerre qu'on ne pardonnera pas. Rassurer une population tétanisée par ces attentats, le préfet d'Alger et le gouvernement de Guy Mollet confient au général Macron les pleins pouvoirs. Anna, hel. خلاص وليدي لازم تروح. العسكر راهم حاصرين كامل القصبة. وين حبيتين نروح؟ الله غالب. تقعد هنا يحكموك. كي تروح تقدر تسلك منهم. اصبر شوية سنة. هاك ربي معك ربي يسترك يا وليدي. صحة خالتي. تحفظ يعطيك الصحة اللي عاونتينا وقفتي معانا وقمتي بمجهودات جبارة. بلا مزية. حقا مازال كي حابه تلتحقي بالولاية السادسة؟ لازم نروح. الولاية السادسة جديدة والتم يحتاجوني أكثر من هنا. تجي معايا؟ لا اللي راح يشوف لونيس. ربي يعاونكم يا خو. يا جماعة رانا لحقنا. خويا تهلا في روحك. تسلم على الخوا في الجبل. يبدا ان شاء الله في الامان. تلقاو ساعة الخير ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم سي احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. بس لاباس الحمد لله. الحمد لله سي عبد الرحمن. راه الوقت باش ندخلوا على ربي ان شاء الله. يلا نسلم يا اخي. ما تجيب معايا والو. حتى حاجه ما تجيبها. كل حاجه تستنى فيك في عزفون. يلا نتكلم على ربي. لاباس عليك. كنت اكل شويه كسرت نحي ونجوع على ولادي.
عطي لختك اللي راهي قدامك. هاك انت قول. معلش خليني بعد. ربي ينصركم ان شاء الله. ان شاء الله. واش صرا؟ سير كلاو علينا وحرقوا لونيس. الله اكبر. لا حول ولا قوه الا بالله. سجعي يا ولادي. ربي ينصركم، ربي ينصركم على العديان. خلاص سليم، خلاص اصبر. قول خوك افتح الباب. سلكونا العسكر، خبينا عندك هاد الليلة. أدخل.
الكرام هنا، تعرفوا واش يديروا البنات. تحية الجزائر. السلام عليكم بابا. السلام عليكم. واش بيك؟ واش صار؟ قالوا لي بلي البارح كما عبد الرحمن. ها عبد الرحمن Nous savons qui tu es. طالب عبد الرحمن